أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنا وصدقنا بكلامك القديم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجلال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتتبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا صدق من حسبنا به كفيلا صدق من اتخذناه وكيلا
صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صدق الله الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الحي القيوم أي الحي الحكيم الحي الرحيم الحي الحليم الحي الكريم الحي العليم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك الذي بنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيتك الحرام ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ولا علينا يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا ودليلنا وسابقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقاه، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقاه، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء وشفاء ولذنوبنا ممحطا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعده ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين وإلى مزيد خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم فاغفر لنا في هذه ليلتنا أجمعين اللهم فاغفر لنا في هذه ليلتنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم فاعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشف مرضانا اللهم اقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا واحفظ أموالنا وأهلنا
وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا. اللهم احفظ بلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذه البقعة المباركة والليلة المباركة إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا ولا غمّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتها على قضائها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأزواجنا ما أبقيتنا، وجعلنا شاكرين لنعمك
مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين لبابك قرعنا ولمعروفك سألنا. اللهم اجعلنا اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انصرنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل والليل على النهار. يا من هدى من ضلاله وأنقذ من جهاله وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار. يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يا من هو الخالق يا من هو الرازق يا من هو الله يا من هو الله يا من هو الله. يا من هو الملك يا من هو القدوس يا من هو السلام يا من هو المهيمن يا من هو المؤمن يا من هو العزيز يا من هو الجبار يا من هو اللطيف يا من هو الودود
يا من هو الرحمن يا من هو الرحيم اللهم أرنا وجهك الكريم اللهم أرنا وجهك الكريم اللهم أرنا وجهك الكريم فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم من أبقيتهم منهم حيا فأطل عمرهم على طاعتك ومن توفيتهم منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة هو وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا معهم واحشرنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين Allah subhanahu wa ta'ala qiyan dualarımızı, ilticalarımızı özü kabul qiyan bısın. Duaları icabet bugün, mahsalları hasıl bugün, günahları keçirilgen bendelerden buluştuğumuzu Allah nasip etsin. Muhterem azizler, bana 27 gün mabeynide bizge Kur'an-ı Kerim'ni güzel rauşta tilavet kılıp verdiler. Karakamız, kongilden çıkargelleriyiz. Bana ihsan kılaman, harekamın bir dualarını alemen diyenler ve amelerini sonra şikayet etti imkaniyet yok yani hazır meclimizi hadimleri nerse koyarlar çayşap uşukke taşı orasılar şimdi muhtemelen azizler koyuyorlar sizler bunları koyan mısınlar? Alhamdülillah canım etken misin? Koyun tezra ko braderlerimiz dua sorarlar yani bimarlarım var tarzım var Tavzen talepmen, işim yürüşme yaptı, uyum natıç, ikide kızım bahtsız buldu, katip geldi dediler. Kullas, cüde dualar kop, uşa dualarda hemesini arabi şekilde kıldık biz. Siz amin dediniz, he? Bir kişi dua kısa yok, kagerler amin dese, Allah'tan icabetini sorasa, o dualardı Allah Teala kaytarışke haya kılaman, üyelemen dedi. Şunun için ana şu dualarda hemmesi biraderler
maqsadingiz hammamizniki o'tdi. O'zi bir og'iz so'z bilan Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan deb qo'ysak ham kifoya, lekin ulug' kechalarda birin-birin maqsadimizni so'radik. Gunohimizni kechir, ayblarimizni bekit, qarzlarimizdan poriq qil, g'amlarimizdan bizni qutultir, befarzandga farzand bergin, ish yurishmay turganda ishini yurishtirgin, xonadonimizni barakotli qil. Hammasi shu duolarda o'tdi. Bu duolar janobi payg'ambar alayhisolatu vasallamdan marvi, ya'ni rivoyat qilingan duolarni biz so'radik, qildik, nimaga ijobati tezroq bo'lsin deb. Inshaalloh shu duolar ijobat. Yana muhtaram birodarlar, duo qilaylikki yurtlarimiz tinch bo'lsin, mamlakatlarimiz omon bo'lsin. Mana bunday o'tirishlarimiz, qadr kechalarida emin erkin ibodat qilib, Xudoning baytida Qur'onga somin bo'lib, suhbatlar eshitib, duolar qilib o'tirishligimizni hammasini tagida sababi nima? Tinchligimiz, osoyishtaligimiz. Notinchlik bo'lsa, mana hozir taroveh o'qiyolmasdan, Qur'onni eshitolmasdan qancha-qancha mamlakatda mo'min musulmonlar qiynalib, uylarida yig'lab ko'chaga chiqolmay o'tiribdi. Bizga Alloh taolo shunday tinchlik, ofiyatli ne'matini berdi. So'raymizki, Alloh taolo bardavom qilsin. Bu ne'matni bizdan aslo olib qo'ymasin. Yurtlarimiz to davri qiyomatgacha tinchlik, amnu amniyatda bardavom bo'lib borsin. Mustaqilligimiz, istiqlolimiz abadiy bo'lsin. Mo'min musulmonchilik, islom, ya'ni bu joylarda taralib butun dunyoga musulmonchilik, islom dini mohiyatlari bizning yurtimizdan yana taralishligini Alloh taolo nasib etsin. Xususan ana shu tinchligimizni, bizning xotirjamligimizni, yurtimizni rivojlanishligini tepasida turgan mana yurtboshimiz bolalar, Alloh umrlarini uzoq qilsin. Bu kishini ham o'tganlarni Xudo rahmat qilsin, mag'firat qilsin. O'zlariga uzoq umr, xayrlik hayotlar ato aylasin. Ko'p yillarga biz fuqarolarni adolat bilan boshqarib borishlarini Alloh taolo nasib etsin. Har bir adolat bilan olib borayotgan ishlarda Robbimiz mu'in va madadkor bo'lsin. Yana duo qilaylik birodarlar, mana bizi Uchko'prik tumanimizning hokimlari va boshqa diniy va dunyoviy rahbarlarimiz borlar. Hammasini ham Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Yaxshi niyatlariga Xudo yetkazsin. Ishlarida Alloh o'zi yordamchi bo'lsin. Xalqimizni ham, Robbimizni ham oldida yuzlarini bulardikini yoriq qilsin. So'zlarini, nafaslarini em qilsin, o'tkir qilsin. Xalqimiz shularni gaplarga quloq solsa, adashmasdan, yo'ldan chiqmasdan to'g'ri yo'ldan borishligini Alloh taolo nasib va muyassar qilsin. Yana sizlardan duo so'raymiz. Mana Ramazon boshlangandan beri mana milisalar, uchastkavoylar, mana gay xodimlari kelib shu yerda bizning tinchligimizni himoyasini qilib turibdi bechoralar. Duo qiling, boshqa narsa kerak emas deyapti. Shu birodarlarimiz ham ikki dunyosi obod bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin. Alloh taolo qalbidagi yaxshi orzu maqsadlarga bularni ham o'zi yetkazsin. Alloh taolo martabalarini bundan ham ulug' qilib, bundan ham katta lavozimlarga Alloh taolo bularni o'zi ega qilsin. Bi fazlika va karomika bi rahmatki ya arhamar rohimin. Tashaydiganlar tashavarasizlar, biz duoda yana davom etaveramiz. Tashavarasizlar, yana ko'p duolar bor, xususan azizlar. Mana qorakami ota-onalarining haqqiga bir duo qilib beranlar, 90 dan o'tyaptilar, bir hojibomiz borlar, tabarruk yoshda. 90 yoshga boryaptilar, hali ham shu masjidimizni xizmatidalar. Shudan iltimos qilamiz, bir duo qilib beranlar. Hojibo kesinlar. Qisqaroq qilasan, vaqtni qisqaroq. O'tirib qilaverasiz, qisqaroq qilasiz, hojibo. Qisqa nonda qilaverasiz. Duo qiling. Ilohiy omin. Omin, men ushlab turaman. O'tirib qilavering, o'tirib. Omin. Mana shu domlalarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Amin. Rizqlari ulug' bo'lsin. Mana shunday domlalarni katta qilgan otajonlari, onajonlari, tarajonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Ko'zlari nurli bo'lsin. Yuzlaridan tabassum arimasin. Mana shu domlalarimiz bizni qalbimizga shunday oyatlarni joylashtirib
bir oydan şahısına tiketirip okup bir şey yaptı. Rahmet otacanları, onacanları daim duada teyir tutsunlar. Amin. Hemimiz diyeyim, ömürleri uzak Amin. Olsun, rızkları uzak olsun. Bana çetke, kadem rencide fegellerdi, hemmelerini hem ayakları ağrımasın, kulları ağrımasın, küzleri nurlu olsun, yüzlerinden tebessüm erimesin. Amin. Uy bekelerini hem hemmelerini tanış yolları sağ olsun, ola çakasını iyisi olsun. Allah hemişe uzun panahide sağ olsun. Ya Erhamerrahimin. Allah Teala kelgusi kelgusi Ramazonlarga, kelasi yildagi Qadr kechasidagi xatmi Qur'onlarga ham yana salomatlik bilan yetib borishligimizni o'zi nasib va muyassar qilsin. Jonimizni jasadda Alloh salomat qilsin. Qancha birodarlarimiz mana u Ramazondan bu Ramazongacha jamoatimizda o'tib ketdilar. Qanaqa ixloslik hoji bo'larimiz, musabitlar, xudo shularga ham rahmat qilib bizlarga uzoq umr, xayrli hayot bersin. Ya Rahmatullohi.